مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. اليوم حبيت أشوفكم التصوير الليلي كاميرا الآيفون 13 برو ماكس. شوفوا الجمال مال الغابة، إنه هسه الدنيا ليل، شوفوا كم الصورة تكون يعني كلها مبينة، وإحنا هسه الدنيا ليل الساعة 12. لو أخذ لكم إياها بغير كاميرا بغير آيفون راح تكون كلها أتمة، ما فيها أي شيء. راح نقدم الصور الى هناك، طبعا ولا مشتغل فلاش ولا اي شيء. شوفوا جمال الايفون 13، ميزات رهيبة جدا بهذا الايفون 13 برو ماكس. يعني اللي ما ياخذه يعني حرام، ايفون شركة تبدأ جدا بهاي الايفونات، يعني احسن من، يعني وجهة نظري احسن من 100 كاميرا. حتى التقريب مالته، الكاميرا اللي عندي كاميرا خاصة مع الفلوجر اللي أنا شارح لكم عليها، يعني ما تجي مثل نقاوة الآيفون. شوفوا هذا البارك هسه اللي جواتي، اللي انت ترى اللي الثلج يعني كمل بي. شوفوا إلى أن تتقرب الصورة ويصير التقريب، خلينا نشوف كم. شوفوا كيف راح تصير شوية عتمة لأنه بعيدة، بس تفاصيل بتنطي كاملة والدنيا ليل. يعني أني من هواة الآيفون إلى الآن، خاصية الرو إذا فعلناها هذا للمونتاج راح يكون كلش حلو. وده تشاهدون هنا كيف راح ظللت، خلي نشيل الرو ونرجع إلى الأعلى، شوفوا كيف صارت. فالتصوير الفيديو إذا شغلنا الفيديو أيضا، شوفوا التفاصيل شوية أقل لكن تفاصيل حلوة، حلوة جدا حلوة. الصور مال الآيفون جدا رهيبة، صور الآيفون حتى تكون محترف لازم تثبت إيدك دائما أو تستعمل الأجهزة اللي المعدات اللي تخلي إيدك ثابتة، لأنه الآيفون دائما بهذا إنه شقد ثابتة شقد ينطيك دقة تفاصيل. شوف السيارة اللي دا تمشي بالثلج، وبكرة لازم نروح نشوفكم الثلج شلون من الصبح يعني على السيارات، والناس هنا لازم تشيل الثلج من على السيارات، ممنوع تمشي. نرجع على الصور وشوفوا، والبورتري أيضا ما أعرف فيه البورتري، لا مو كلش حلوة، بس الصور جدا جميلة. فهذا تصوير ليلي بكاميرا ايفون 13 برو ماكس جدا جميل. اذا حابين بعد اشوفكم صور كتبوا لي بالتعليقات، اخذ لكم عن برلين بالليل. الصور عن برلين رهيبة جدا، خصوصا ايام اعياد الميلاد والشقق اللي دا تتزين جميلة ورهيبة جدا. خلال هاليومين ما راح شوية نقدر نصور خارج البيت، لكن بعدها الى ان شوية يذوب الثلج راح نقدر نصور ونرسل لكم بالتعليقات، ونرسل لكم عفوا بالفيديوهات. ما راح اعمل مونتاج لانه حتى يكون على هيئته وكلش جميل هذا الفيديو. اتمنى استفاديتوا من الفيديو، عجبكم الايفون 13 برو ماكس. لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا، مع السلامة. اي سؤال او استفسار كتبوا بالرسائل أرجع رد عليه. شوف الغابة المظلمة كيف قدامنا وصارت بيضة، وهذا الشخص دا يمشي بهالليل نسميه بالدراجة، هاي دراجة كهربائية دا يمشي بيها، وهنا لازم الأضوية أخوذة لابس. فكل شيء حلو كلش جميل. اللي حابب يجي على ألمانيا هلا بيه، شوف الثلج. ف أهلا بكم في ألمانيا. أترككم مع هاي المناظر الحلوة ونزول الثلج، وبكرة الغابات تنتبس ثلج، وعندنا البحيرات طبقة كاملة ونمشي عليها هالسنة همينة. إحنا هاي كل سنة نمشي، فخلي أشوفكم إياها أيضا. إذا نزل ثلج كثير راح نمشي على البحيرات وتتجمد البحيرات كلها. ومع السلامة.